سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد أيها الإخوة، ما زال الحديث عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، حيث وقفنا في الدرس الماضي عند مكانة السنة النبوية، وكيف أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع الرباني، وأنها هي المرتكز الأساس والرئيس لشرح الشريعة الإسلامية. فالذي يقول هو يكتفي بالقرآن الكريم يهدم رسوم الدين، ذاك أن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول برد ما أخي سمير بس تخفف لنا التكييف الله يرضى عليك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال يعني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك آيات كثيرة تتحدث عن حجية السنة وكيف أنها شارحة ومبينة للقرآن الكريم. وفصلت في الدرس الماضي يا نادر حديثا لا بأس به حول السنة النبوية. قبل أن نبدأ بتتورطت وإجيت الله يتقبل إن شاء الله. شو تعريف السنة؟ تعريف السنة شو عرفناها نحن السنة؟ قلنا إن للسنة تعريفا عند المحدثين، وتعريف للسنة عند الفقهاء. تعريف السنة عند المحدثين هي كل قول النبي قال صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، أو فعل، أو تقرير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء سكت عنه، هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا التعريف عند مين؟ عند المحدثين. طيب، وذكرت لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا وشجعنا، بل طلب منا أن نحرص على التمسك بالسنة النبوية، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، اللهم صل على معلم الناس الخير. الآن ذكرت لكم أيضا كيف أن السنة النبوية فيها تفاصيل كثيرة. اليوم بإذن الله أريد أن أتحدث، سؤال يا نادر باعتبار أنه طارق مشغول، سؤال اليوم: ما هي مرتبة السنة؟ ما هي مرتبة السنة من القرآن الكريم من حيث الاحتجاج بها؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي، يعني شو ما كانت السنة للاستدلال. ذكرنا أن القرآن، قلنا إن القرآن قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ومنه ظني الدلالة، وشرحنا ما معنى قطعي الثبوت، أي لا شك في ثبوته أبدا، لا نشك أن القرآن من عند الله، قطعا ثابت هو من عند الله وهو كلام الله، هذا قطعي الثبوت. قطعي الدلالة الآيات المحكمة: أقيموا الصلاة الزكاة، هذه محكمة. ظني الدلالة في آيات متشابهة ذكرناها: فراغ عليهم ضربا باليمين، قلنا إن اليمين هل هي اليمين يعني اليمين الجارحة تبعه، أو مقصود باليمين هي القوة الضاربة، هل هو أم هي الحلف، يعني أي شيء يحتمل معنى اسمه ظني الدلالة. أما السنة فهي قطعية الدلالة
قطعية الثبوت ما كان منها متواترا، وظنية الثبوت في منها ممكن ينسب إلى النبي ممكن لا ينسب. قلنا إنه باعتبارها أنها ظنية الثبوت صارت في المرتبة الثانية، هذا أولا. ثانيا قلنا إن القرآن، إن السنة إما هي مبينة للقرآن فتأتي بعد القرآن، لأن أقول هذا الشيء مبين لهذا الشيء فبالتالي يأتي بعد الشيء لا يأتي قبله. لماذا هي في المرتبة الثانية بالاحتجاج؟ لأنها هي شارحة ومبينة، فإذا كانت مبينة فتأتي بعده، وإن كانت زائدة عنه بحيث أنها جاءت بأمور لم ترد في القرآن الكريم، أما إذا وردت فهي شارحة له أو مؤكدة أو مؤكدة. طيب، هذا السبب الثاني. السبب الثالث أنها في المرتبة الثانية في الاحتجاج أنه وردت آثار وأحاديث وأخبار من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يأخذون بالسنة النبوية وبحديث رسول الله إذا لم يجدوا طلبتهم واستفهامهم في القرآن، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى شريح القاضي يقول له: إذا أتاك أمر فاقضي بما في كتاب الله، يعني إذا جاءك مختصمان وجاءك شخصان اختصموا إليك في أي مسألة، أي مسألة، فانظر في كتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله فاقضي بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا دليلا على أن الاحتجاج، أنا الآن حديث عن ماذا؟ عن الاحتجاج، يعني أنها حجة، أنها دليل. مثلا تقول لي، أقول لك هذا الأمر حرام، تقول لي وين هذا حرام؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: من غش فليس منا مثلا، أو كلمة من غش فليس، هذا حديث لكن بيّن النبي فيه أنه هذا حرام مثلا. فهي إذا لم نجد الحكم في القرآن نلجأ إلى السنة النبوية. عنوان درس اليوم يا نادر: علاقة السنة النبوية، علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم. تتجلى علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من خلال محاور، أهمها وأولها يا نادر: أولا، إن السنة النبوية مؤكدة لما في القرآن الكريم، فهي قد تثبت حكما، قد تثبت حكما ثبت بالقرآن، هو موجود بالقرآن، فتكون مؤيدة له ومؤكدة عليه، أي إن أحكام السنة النبوية موافقة لأحكام القرآن. وهذا يظهر كثيرا في أمثلة كثيرة، يظهر هذا غالبا في أحكام كثيرة، من صلاة، من زكاة، من حج، وفي حديث يحفظه كلكم حتى الأطفال يوضح هذا المعنى، أن السنة هي مؤكدة. أنا الآن أتحدث عن ماذا يا نادر؟ أتحدث عن علاقة السنة بالقرآن الكريم. قلنا إن السنة مؤكدة لما في القرآن، وهذه عليها أمثلة كثيرة، منها في حديث يحفظه معظمكم أو كلكم يحفظه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على معلم الناس الخير. بني الإسلام على خمسة، بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هؤلاء الخمسة الأركان كلها وردت في القرآن الكريم. الله ربنا قال: وأقيموا الصلاة، ربنا قال: كتب عليكم الصيام، ربنا قال: الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
ربنا قال عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن السنة مؤكدة وموافقة لما في القرآن الكريم. هذه العلاقة الأولى. نحن أول شيء نادر شو حكينا؟ حكينا عن حجية السنة، قلنا أنها تأتي في المرتبة الثانية. الآن نتحدث عن علاقة السنة بالقرآن الكريم. قلنا أولا يا أخي أحمد، أول وحدة شو هي؟ أنها مؤكدة لما في القرآن، وأمثلة كثيرة منها حديث بني الإسلام على خمسة. هذه الفرائض الخمسة أو هؤلاء الأركان الخمسة كلها جاءت في القرآن الكريم، فجاءت السنة مؤكدة ومثبتة لها. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثانيا، السنة النبوية بيان لأحكام وآيات القرآن الكريم، فآيات القرآن الكريم جاءت مجملة والسنة جاءت مفصلة، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. طب شو آتانا الرسول؟ يعني الآية مجملة تقول وما آتاكم الرسول فخذوه. طب ماذا آتانا الرسول؟ هذا كلام مجمل. وما نهاكم عنه فانتهوا. طب لما ربنا قال وما آتاكم، ماذا آتانا؟ طيب، لكن السنة هي بيان وتفصيل. ربنا ماذا قال؟ فسر هذه الآية وما آتاكم الرسول في آية أخرى. ربنا قال: وأنزلنا، سورة النحل، إليك الذكرى، يعني القرآن، لأن اتفقنا أنه من أسماء القرآن شو؟ من أسماء القرآن يا نادر الذكر. أسماء القرآن كم اسما للقرآن؟ خمسة حفظناهم. أول اسم القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أنت حافظ سورة إسراء. ثانيا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثالثا التنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين. رابعا الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. خامسا الذكر، إن كتاب أنزل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن خمس أسماء للقرآن الكريم. السنة مبينة ومفصلة للمجمل فيها، وفي توضيح هذه العلاقة بين السنة والقرآن في كلام جميل جدا جدا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا المثال بدي اياكم تنتبهوا عليه، ما في مشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد. المثال أن الإمام الشافعي شبه القرآن بالإناء. شبه القرآن بماذا؟ بالإناء. ثم قال: إن السنة هي الوعاء، إن السنة هي الوعاء الذي يغطي هذا الإناء. في وعاء، شبه القرآن بوعاء. ثم قال: إن السنة هي الغطاء لهذا الوعاء، فإذا رفعنا هذا الغطاء كشف ما في الإناء هذا الوعاء. يعني كأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن السنة هي كاشفة ومبينة لما في القرآن. القرآن مثلا ربنا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. شو معنى القطع؟ مين يقطع؟ بماذا نقطع؟ طيب، القرآن يقول مثلا آيات مجملة، تفصيلا لا نعرفه، تفصيل لا نعرفه الذي يفصل لنا. مثل ذكرنا أمثلة، بعض الكرام امبارح يقول يعني موضوع الصلاة كثير بيستشهدوا فيه انه الله الصلاة يعني بالتواتر. قلت له: طيب ما دام الصلاة بالتواتر والقرآن وصل إلينا بالتواتر وبعض أحاديث النبي وصلت إلينا بالتواتر، ليش بنقبل التواتر بشيء وما بنقبل بشيء؟ غريب. الزكاة ما في بالقرآن كيف نزكي؟ ذكرت أمثلة على هذا كثيرة. فكلام الإمام الشافعي أن السنة هي الغطاء الذي يكشف عن هذا الوعاء.
فكأنه يقول كما أن الغطاء يكشف عن محتويات الإناء، فإن السنة هي الكاشفة عن محتويات القرآن الكريم. فالقرآن أمر بالصلاة. نحن نرد على هؤلاء القرآنيين، يعني طبعا بينزعجوا أو بيقول لك أخي قديمة كثير هي قصة المثل تبع الصلاة، يعني إن شافوا النبي يعني يصلي بالتواتر، قل له طيب وشافوا للنبي كمان بالسفر إنه كيف يصلي، وشافوا للنبي كمان صلى الله عليه وسلم النبي بيخاف صلاة الخوف والخسوف والكسوف، وبالتوقيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن الصلاة كانت على المؤمنين، الله قال كتابا موقوتا. مين اللي قال الأوقات شو هي هذه؟ ظهر وعصر ومغرب وعشاء، مين؟ ما في بالقرآن، ما في، قال كتابا موقوتا بس، ما في. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، شو هي الصلاة الوسطى؟ ما بنعرف. هلا المشايخ واحد بيقول لك صلاة الوسطى هي صلاة العصر، واحد يقول لك صلاة الفجر مثلا. فهي إذا بدي اتعنى تقول لا يا أخي، ليست مشكلتنا مع القرآنيين في إثبات ما صح عن رسول الله، لأن هذا الهدف نبيل، نحن بدنا ما صح عن رسول الله، والكذب نرده ونبين. لكن أن يخرج علينا أحد الناس، في الغالب الأغلب القرآني، مرة جلست مع واحد من هؤلاء القرآنيين قلت له بدي أسألك سؤال، قال لي نعم. قلت له أنت كيف تصلي؟ تصلي؟ قال لي إيه بس أنا عندي صلاة خاصة، أنا لا أمزح، والرجل حي يرزق وهو صديقي وعلى العين والرأس، لكن قال عنده صلاة خاصة فيه. قلت له شو هي؟ أنا ما فهمت، يعني أطلعني عليها مشان أفهمها. قال لي لا، هي خاصة، صلاة خاصة فيني، مو موجودة عندكم لا بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، تبعكم. طيب إن شاء الله. دائما ننبغي عندما نناقش الناس أن نميز بين الأفكار الأشخاص وبين أشخاص أنفسهم، يعني الأشخاص لهم كامل التقدير وكامل الاحترام وكامل يعني الحقوق، نختلف نتفق معهم بآرائهم هذه مسألة أخرى. لا يجعل الخلاف بالرأي مع أي إنسان سبب أني أنا ما أحكي معه، لا أعوذ بالله. هذا رأيه، قال لي أنا عندي صلاة خاصة. قلت له خير إن شاء الله. في هيك ناس؟ في، لكن نحن نريد أن نرد على هؤلاء بالعلم، لا نريد أن نرد على هذه الشبهات بالعاطفة. ومنها يقول عبد العزيز الخولي، يقول القرآن الكريم أمر بالصلاة وبين أنها مؤقتة لها أوقات، فبينت السنة أوقاتها وعددها وعدد ركعاتها كل منها بالتفصيل، وما يبطلها وما يجعلها فاسدة وما يجعلها صحيحة. طيب، وأمر القرآن بالزكاة وبينت السنة أوقاتها ومقدارها والنصابها والأموال التي تخرج منها إلى آخره، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن علاقة السنة بالقرآن أول واحدة يا أخي أحمد شو هي؟ مؤكدة، مشان ما ننسى أنها مؤكدة. والدليل آيات كثيرة، أقيموا الصلاة والزكاة بني الإسلام على خمسة، تمام؟ ثانيا نادر، ثاني وحدة شو هي؟ أن السنة بيان وتفصيل لأحكام القرآن الكريم. وذكرنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، ثالثا، هذه نقطة هامة جدا جدا، السنة مشرعة كالقرآن الكريم، السنة مشرعة كالقرآن الكريم، فتشرع أحكاما لم يذكرها القرآن وسكت عنها، بمعنى أنه لم يوجبها ولم ينفها، وذلك لأن السنة في قوتها إن كانت متواترة هي في قوة القرآن من حيث التشريع، لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
ولقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، فالحديث الصحيح المتواتر يفيد التحليل والتحريم. هذه كثير مهمة، هذه شبهة، لأنه خرج بعض الكرام وقال يا أخي اللي بيحلل وبيحرم هو الله مو النبي، والله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. طبعا هي الآية، هي له، هي الآية عليه مو له، يعني الآية هي التي يستشهد بها البعض بهذا الموضع، هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. طيب، ذكرت لكم في الدرس الماضي أذكر هناك أحكام كثيرة ما وردت في القرآن رسول الله أقرها، وأكاد ألزم أن أغلب الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية يعني معظمها فيما يتعلق الطلاق والزواج والميراث أغلبها من السنة، لم يرد في القرآن الكريم تفاصيلها، وهي وإنما مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، خلينا نأخذ الآية اللي ذكرت لكم في الدرس الماضي. ربنا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، هذول سبعة، سبعة بالنسب، هلأ سبعة بالسبب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إلى آخر الآيات. هذول سبعة بالسبب وسبعة بالنسب، 14 محرم لا يجوز للرجل أن يتزوج من هؤلاء النسوة. تمام، لم يرد في هؤلاء المحرمات إنه الإنسان ما يتزوج عمة زوجته، لم يرد هذا في القرآن، في هذه الآية واضحة ما فيها، وإنما قال ما بيجوز واحد يتزوج أخت زوجته وأن تجمعوا بين الأختين. الذي حرم أن يتزوج الرجل عمة زوجته أو خالة زوجته هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنص بحديث صحيح. ليه يا نادر؟ ليه؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التحريم؟ لماذا حرم أن الرجل ما يتزوج عمة زوجته أو خالته؟ ليه؟ لأن الله لما حرم أن يتزوج الرجل أخت زوجته قال وأن تجمع بين الأختين، إذا المرأة تزوج الرجل وتزوج أختها بيصيروا ضراير، ستتقطع الأرحام، رح يكرهوا بعض. فلو تزوج الرجل المرأة وعمتها ستتحول هذه العمة لعدوة، أو خالتها رح تحول. فحتى لا تتقطع الأرحام، حتى لا تتقطع الأرحام. أنا مو هذا موضوعي، لكن أنا استطردت هنا حتى أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، هو الذي صلى الله عليه وسلم حرم هذا بحديث صحيح. فمن ينكر السنة ينكر أشياء كثيرة. ليش؟ حتى مسألة ذكرت لكم مسألة الوضوء، واحد خرج منه الريح ليش يتوضأ؟ بالقرآن كله ما في هذا الكلام أصلا، بالحكم العقلي إذا واحد خرج منه الريح يغسل مكان خروج الريح ليش يتوضأ؟ يعني بالعقل، يعني صح ولا لا؟ فإذا ينبغي يعني أن نهتم. طبعا في ناس كثير يعني يرون أحاديث مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبيكذبوا، يعني هذول بدنا ننبه منهم، بس مو يعني بسبب هؤلاء الكذابين والوضاعين ننكر السنة كلها، لا، ننبه ونقول هذا كذا، وإذا وجدنا تعارضا من حيث فهمنا بين القرآن وبين السنة نسأل العلماء، إذا ما وجدنا إشكالية نترك هذا. أكيد قطعا إذا كان هذا الحديث لا يوافق القرآن لا نأخذه، نرده. يعني اليوم أقف عند هؤلاء الثلاثة بعلاقة السنة بالقرآن حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وتقبل الله منكم جميعا إن شاء الله.